ولهذا كان الإيمان مسليا عن المصائب مهونا للطاعات، مسليا عن المصائب. من عنده هذا الإيمان الذي يصف الشيخ ويتحدث عنه، حتى لو كان في مصيبة عظيمة في بدنه أو في غير ذلك، إيمانه يسليه، ومع تلك المصيبة يكون متذوقا لذة الإيمان، وهذا أمر عجيب سبحان الله، يكون متذوقا لذة الإيمان وطعم الإيمان، مع أنه قد يكون في مصاب يفتت القلب، لكنه مع ذلك يبقى متلذذا بلذة الإيمان. أذكر مرة زرت شابا توفي رحمه الله، كان معه الشلل الرباعي، لا يتحرك منه إلا رأسه فقط، وبقي على هذه الحال أكثر من 18 سنة، ما يتحرك منه إلا رأسه. فلما سلمت عليه وقلت له كيف حالك، قال حالي والله أتقلب في نعم الله، جسمه ما يتحرك ويحلب بالله، يقول والله أتقلب في نعم الله. هذا الذي يتقلب فيه هو معاني الإيمان، معاني الإيمان التي نحسب أن الله سبحانه وتعالى وفقه إليها وأكرمه بها وحلى قلبه بها وزين قلبه بها. فالإيمان شأنه عجب إذا عمر القلب به وتذوق العبد حلاوته، زين الله قلوبنا أجمعين بالإيمان. فالإيمان يتقلب في لذات، فالمؤمن يتقلب في لذات الإيمان وحلاوته المتنوعة. لما قرأت قول الشيخ يتقلب ذكرت كلمة ذاك الشاب رحمه الله، يقول أتقلب في نعم الله، مع أن جسمه لا حراك به. ولهذا كان الإيمان مسليا عن المصائب مهونا للطاعات ومانعا من وقوع المخالفات. هذه 3 فوائد عظام جدا للإيمان: يسلي في المصائب، يهون الطاعة، يمنع من المعصية، مانعا من وقوع المخالفات، جاعلا إرادة العبد وهواه تبعا لما يحبه الله ويرضاه. نعم.